شكرا للمهندس هاني ابو ريده. انا عندي نصيحه لكل اهلاوي، هي خارج نطاق الحفل. لكل اهلاوي لو حابب تخطط، حلوه الزغروطه دي، لو حابب تخطط لحياتك وتكتك لها فاستشير الاسمراني موسيماني. ولو كنت حابب وناوي على الامن والامان، الو يا محمد يا شناوي، ولو كنت حابب يكون لاخواتك وزمايلك انضباط وقانون، فالله الحافظ وما يمنعش ان تكون عندك كل صفات سيد عبد الحفيظ، بس الغضب لا طبعا. ولو حد زعلك مشيله مره ومشيله مرتين، لكن في المره الجايه الحل الوحيد ضرب القاضيه.